برحب فيكم مشاهدينا وبحلقة جديدة من Third Dimension. حلقتنا لليلة عنوانها التحديات اللي بيواجهوها شباب والصبايا أو عفوا الصبايا والشباب ببلدنا. ليش عنا نحن عطول من وقت ما بنخلق وكأنه في بوجنا عطول حيط بدنا نضل ندفش وندفش وندفش تنقدر نوصل للي بدنا إياه. من جيلي أنا لجيل شارلوت. مرحبا شارلوت. مسوار أرلات. شارلوت الخليل اللي هي عطول معنا بثيرد دايمنشن، المحلل النفسية، معالج النفسية، عفوا ما تواخذوني لأنه عم بحلل هلأ على براسي. والجيل يلي هو كمان ضيفنا لليوم جو رحال. جو رحال كمان برحب فيك. ضيف عزيز ب ثيرد دايمنشن باستديوهات مريم تي في. بدنا نحكي نحن عن اليوم مثل العنوان عن تحديات اللي بيواجهوها صبايا وشباب لبنان من كلهم. نحن ليه وصلنا لهون شارلوت؟ ليه نحن عندنا هالتحديات هيدول؟ شو هن؟ ليش شبابنا على طول في صعوبات؟ يعني الوضع بيفرض حاله عدلات، بس الوضع على العالم كله، الوضع على العالم كله بس لبنان مختلف. نحن عنا بلس بالتحديات وبالصعوبات على الشباب. نحن ما بدنا، ما فينا ما نتطلع بالوضع الاقتصادي اللي له فترة كتير سيء، ما فينا ما نتطلع بالصعوبات اللي بيواجهوها ليفوتوا بالجامعات بالأساس مع غلا الجامعات أكيد، ما فينا ما نتطلع كمان بالضغط النفسي الاجتماعي اللي عم بيصير على الشباب وبالأفكار المغلوطة اللي عم تتنقل لهم. يعني أنا بزعل كتير لما بشوف شاب أو صبية واقفين عم بيقولوا لشو أنا بدي أتعلم ما أنا ما رح لاقي شغل. شبابنا عايشين ضغط نفسي، عايشين ضغط اجتماعي، عايشين ضغط اقتصادي. يعني هون بعد ما يتعلموا فرص العمل، التحديات اللي بيواجهوها، كم شغله بده يشتغل الشاب ليقدر يامن حاله ويامن مستقبله. هلا اكيد جو رح يحكي بهذا الموضوع اكثر، ما رح فوت فيه، بس اليوم شبابنا تعبانين مثلهم اكيد مثل كل شباب العالم، بس نحن زياده. نحن عندنا وضع اقتصادي كثير صعب، حاطتهم قدام اهداف صاروا شايفينها بعيدة المنال، مش لأنه ما بدهم ومش لأنه ما بدهم يشتغلوا، لأنه ما عم يقدر يتأمن لهم حقوقهم الأساسية، وهون صعوبة الضغط النفسي اللي عم بيواجهوه. جو نعم. أنت شاب غير شكل من كل الجوانب. أنت شاب تحديت، تعلمت، وصلت. لقيت وظيفة بالهين. خبرني تجربتك كشاب، كيف قدرت لقيت وظيفة؟ كيف قدرت اشتغلت؟ لأنه شارلوت عم بتقول أنه طيب وبعدين شبابنا ما عم بيلاقوا شغل، لشو بدهم يتعلموا؟ هني عم بيقولوا هيك مش أنا. لا بداية بس لنصوب قبل ما نبلش نحكي بالمشاكل. بدنا نحكي بسبب المشكلة الأساسي. سبب المشكلة الأساسي بالمنظومة اللبنانية للأسف. ما إلها علاقة، ما إلهم علاقة فيها الشباب، اللي إله علاقة هو مبدأ واحد. هذا المبدأ يلخص بمفهوم المعليشية. كل ما يصير معنا شيء منقول معليشي. كل ما يصير عنا شيء منقول معليشي. فات واحد على الشغل لو ما معه شهادة ما عليه بالواسطة معليشي. كمشنا فساد بالدولة معليشي. ما عملنا انتخابات لانه اجلناها لان ما في توافق، معلش ما تشكلت حكومه، معلش كل شيء عودنا شبابنا، معلش معلش ما في شيء. ومعلش بتجي بمعنيين، معلش هو بريء، معلش ومعلش مشي الحال. وبعدين مش دائما بدنا، اكيد المنظومه الاجتماعيه السياسيه الاقتصاديه بتشكل عبء، بس كمان وللأسف في خطأ كتير كبير على التربية عند الأهل بالطبقة المتوسطة والغنية. رح تقولي ليه عم تقول الطبقة المتوسطة والغنية؟ لأنه نحن بمجتمعنا عودنا أولادنا وشبابنا على مبدأ خاطئ. تعرفي شو هو؟ ما كيف بدي أسألك إياه؟ معلش
ابني بخل الجامعة بمسك التليفون بعمل له واسطة بيركب مدير. مصبوح. يا خي ما انت اذا ما تعلمت اذا ما تبهدلت، وعم بستعمل التعبير، اذا ما تبهدلت مثل ما بيتبهدل الموظف ليحصل على معاشه، بس تصير مدير ما رح تعرف تتعامل مع الموظف. عم بتقولي صح. شو رأيك؟ هلا تربية الأهل هي الأساس. أي. اليوم نحن بتربيتنا لأولادنا أو منزرع فيهم الأمل أو منزرع فيهم المناضلة أو منزرع فيهم عدم الاستسلام أو منزرع فيهم الاتكالية ومنزرع فيهم اللي سميها جول معليشية، أو حتى منقول له ولا يهمك ولا يهمك، بيغلط هالولد وما بيتحاسب، وبنصير نحن عم نربي شخص كمان فاسد لبعدين لأنه رح يشتغل ويغلط وينطر أنه ما يتحاسب أو ينطر أنه أهله يحموه. يعني هو هون إذا بدنا ناخدها من هيدي الناحية، هون سيستام تربوي اجتماعي منتشر على الأكيد ما فينا نعممه، هيدا بحالات معينة موجود وبحالات تانية فعليا. يعني نحن عنا شباب من أحسن، ما بدي أقول هيدا هون تعصب اللبناني، بس وين ما راحوا بيثبتوا حالهم، وين ما سافروا بيبنوا بلدان. ما فينا ما ناخدها بعين الاعتبار، بس أنا بالنسبة لإلي بلدنا منه مجهز ليستوعب هالشباب، لا بالصناعة ولا بالزراعة ولا بالقطاعات. يمكن جو بيعددهم أكتر مني وفيت فيهم أكتر، خلينا جو لأنه تحمس بده يحكي. بس عن جد نحن عنا طاقات بشرية شبابية ما عم نعرف نستثمرها ونستفيد منها. طيب جو، كأنت بوجودك بمركز معين كمستشار للشؤون الاجتماعية لمحافظ مدينة بيروت، وكفاونديشن انت عندك فاوندريزنج، انت شو عم تعمل لحتى تحفز هالشباب وحتى تساعد لهالشباب، والخطط اللي انت عم بتحضرها يمكن تتقلهم لا انتوا لازم تضلوا هون، لازم تنجوا، لازم تشتغلوا. مع المشكلة على كتر ما صار عنا شلل بالدولة وعلى كتر ما صار عنا تراكمات، ما بقى فيك تشتغلي على المدى القصير، صرتي مضطرة تشتغلي على المدى المتوسط والمدى الطويل. بس المجتمع يا جو العالم بدها المدى القصير. ما هون لقلك شغلة، في شيء هون حتى بالنظام التربوي، يعني بالمدارس بالجامعات في شيء غلط. تسأليني شو هو؟ طيب يا خي أول شيء أنا ما عم ببني غير التلاميذ والطلاب يلي بيفوتوا يا بحركه رسوليه او بحركه كشفيه او بالصليب الاحمر. بتلاقي الشاب او الصبيه ملتيين بقشور الحياه. ليش؟ لان ما احتكوا بالطبيعه، ما احتكوا بالحياه، ما احتكوا بالمشاركه الجماعيه، ما بيعرفوا يتشاركوا جماعيا بالامور. لحظه جو، هو في تناقض. انت عم تحكي الحركات الشبابيه والكشفيه، كفيلك اوكي، ما فيك تشيل بكرت بنص وتقولي لي في تناقض. وعندنا مشكله بالنظام التربوي كتير كبير. كلنا بس يفوت واحد على الجامعه ما عليه تقبرني يا امي اعمل حكيم، ما عليه تقبرني يا امي اعمل مهندس، ما عليه اعمل محامي. حدا منا بيعرف انه 60% من المجتمع الأوروبي هو مجتمع مهني؟ ايه مزبوط، معك حق فيها. 60% من المجتمع الأوروبي مجتمع مهني، بيحترف صنعة، بيحترف فيه حرفة، بيصير منتج، بيصير صاحب مهنة حرة. اوكي في 10,000 مهندس على وطن كبروا 10,452 كيلومتر، وين بك تلاقي لهم فرص متساوية؟ في 50,000 محامي على 10,452 كيلومتر، وين بك تلاقي لهم فرص متساوية؟ والأطباء والأطباء على كل مريض 300 مريض عندك طبيب. والدليل على إنه نحن ناس ما بنعرف نقسم حالنا اجتماعيا، بالدول برا عم بيموتوا ليأخذوا مرضى، نحن هون المرضى قاعدين.
هون انت قصدك تحكي جو على الاورينتيشن على التوجيه. ما هو لك شغله ببلش الموضوع من التربيه بالبيت اوكي، بيقطع بالمدرسه بس يقطع بالمدرسه بيقطع بالاورينتيشن بالمدرسه مزبوط، بالتوجيه بالمدرسه بيرجع بالتوجيه بالجامعه بيرجع بكفي بالمجتمع. يعني انا مثلا لو عندي نظام سياسي فيه ثواب وعقاب، يعني بيتعاقب اللي ما بيعمل او اللي بيعمل غلط او اللي ما بيعمل شغله، ما كنت بضطر انا لحتى المشي معاملي بدها يومين تاخد جمعتين ادفع رشوة بارتي لفلان وقرشي فلان. ما هو كله لينك مربوط ببعضه، كله لينك مربوط ببعضه. ايه انا معك جو، بس نحن هلا عم نعطي شوي صوره معتمه لهالشباب، انما انت بوجودك هون وانت بطريقتك اللي نضلت فيها انت وصلت للي بدك اياه. وصلت للي بدي اياه اوكي، بس للاسف مش كل الشباب عندهم نفس المقومات اللي انا عندي اياها. يعني مش كل الشباب عندهم اهل واعيين يكونوا قادرين يوقفوا حضنهم، مش كل الشباب عندهم الامكانيات الماديه، مش كل الشباب عايشين ببيئه سليمه. شارلوت في شيء ضوى عليه جو، انا حسيته في تناقض، هو الحركات الكشفيه والحركات الاجتماعيه هي بتعلقك بالارض، صح؟ صحيح. ولا لا؟ صحيح. والرياضه صح. والرياضه الرياضه. اي هلا هيدا كله بتعلقك بالارض، بس في شيء انا ما فهمته، انه هو عم بيحكي انه انا حسيت في تناقض هون، انه هدول مش حسيته ما عم بيحكي عنه انه هدول بيخلوك تعلقي بالارض او هيك. لا، حكي عن شيء كثير ايجابي. ايه؟ قال اللي ذكرهم هن ما عدا الاشخاص اللي مرقوا بالحركات الكشفيه وبالصليب الاحمر التطوع، يعني اللي عملوا اعمال تطوعيه، اعمال اجتماعيه، اختبروا كيف لازم يكون. يعني في شيء كمان، في تكامل بالمجتمع بده يكون. يعني سوري جو، بس اليوم وقتها نحن بنحكي عن التوجه والتوجيه ونشوف نحن شو بحاجه على الارض، لاي اختصاصات نحن بحاجه اكثر على الارض، هيدا اساسي لتبني مجتمع سليم ولتبني تكامل. وانا بدي اضيف بس على اللي قاله جو فكرة أساسية بعتقد لازم نكون عم نشتغل عليها كتير عند الأهل اللبنانية، لأنه هن أوقات بيجبروا أولادهم يعملوا اختصاصات معينة مع أنه ابنه ما بيكون بحبها. وهيدا لنجاوب على الصورة النمطية اللي أنا بدي يكون أم المهندس أو أم الحكيم، أو يعني أوقات بدنا نترك لأولادنا الخيار ينقوا أشياء بحبوها ليبرعوا فيها ويوصلوا فيها. وكل الأشغال أنا بدي زيدها، ما في شغل عيب شو ما كان عم يعمل الشخص، اعملي شغلك مزبوط بتربحي منه وبتنجحي فيه. مزبوط. انا بدي اثني على اللي عم تحكوا اثنيناتكم، انه نحن على المهنه وحكي هو 60% بفرنسا، بفرنسا ما في جامعات، في ديزيكال، في مدارس مهنيه، في مدارس بتعلم سنجريه، مش غلط. نحن انت عندك ورشه وانت عندك ورشه، بتلاقي سنجري، بتلاقي معلم بطون، بتلاقي معلم بلد، كل واحد بكب لك سعر. ومظبوط. يعني هدول الاشياء هون نحن كيف رح نخلي شبابنا يصيروا شباب منتج جو برايك؟ هون الشغله كمان بدنا نرجع على كادر المدارس. طيب في كثير اشياء بالبروجرام التربوي فينا نبلش نشيل منها ونبلش نعلم شبابنا عن صغر ومن صفوف صغيره، السوشيال ورك والمشاركه، وانت فوت خيي بتحب تعمل عمل اجتماعي روح انخرط بجمعيه وبشيل لك اياهم من ماده، بعمل له ماده انخراط بالمجتمع. حتى هذا الموضوع كنا عم نحكي فيه انا وشارلوت، وكان في توجه انه يا خيي ليش ما بنخفف من هالمنهج ومنروح على شيء براكتيكال اكثر. يعني ما بقى مسموح تلميذ سجوند مثلا يطلع بحدا من ذوي الإرادة الصلبة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، يي ليش أنت شو بك؟ يي أنت ما بتمشي خي ما بيصير، ما أنت تلميذ سجون، تلميذ باك، تلميذ ترمينال، في إشي بديهي
اوكي هيدا انا معك فيها، وهيدا بده مشروع طويل عريض مع وزارة التربية مع وزارة الشؤون الاجتماعية مع مزبوط ولا لا؟ شغل على الذهنية على الذهنية أرلات، وهيدا الشيء كتير ضروري إن كان عند الشباب إذا ما كنا قادرين نوصل للأهل وعند الأهل. وهون كمان أنا بدي ضيف، لأنه يعني طرحنا موضوع التعليم اليوم، أنا كتير شفت أولاد بمراحل معينة من دراستهم أهلهم بيجيبوهم لتقييم نفسي لأنه مش ماشي بالمدرسة وما عم ينجح. طيب اليوم بدي أخذ أنا قدرات كل ولد، نحن ما بقى عم نحكي عن الذكاء العام، عم نحكي عن تميز بدومينات معينة، وفي أشياء بتساعدنا نشوف نقاط القوة عند الولد ونوجهه اتجاه مهنة أو اختصاص بينجح فيه. أنا اليوم بدي كأم، قبل ما أكون كاختصاصية نفسية وعم بحكي عن مجتمع، بدي أحكي كأم، أنا بدي ابني يكون قادر يقوم بالعمل اللي عم بيقوم فيه، يكون عنده المقومات، حكي جو عن المقومات، وساعده وادعمه فيها ليكون ناجح. أنا إذا حطيت ابني يدرس مادة ما بحبها ومنه مؤهل لها رح ياخد الشهادة أكيد. في كتير أشخاص أخذوا الشهادات، أنا بعرف، جابوها لأهلهم قالوا لهم تفضلوا هيدي الشهادة، أنا رح روح أدرس الاختصاص اللي بحبه. أوكي. بدنا نسمع أولادنا، ندعمهم، نرجع كمان نعيد، يعني ما ننقل لهم هواجسنا وقلقنا. نحن مرقين بفترة كتير صعبة، ذكرتيها بالمقدمة، أنا ما بدي أنقل هالهواجس مع أنه شبابنا ومراهقينا دارين بالأشياء كلها اللي عم بتصير، لأنه ما إلي حق أخذ الأمل منهم. جو، ليه الأهل بيستحوا أنه يواجهوا أولادهم للأشياء المهنية؟ ليه الأهل بيستحوا؟ برأيي أنه مجتمعنا بعد منه جاهز، مجتمعنا بعده لهلأ، يمكن هلأ تحسن شوي عن قبل، بعده لهلا بس يسمع واحد عامل مهنه مثلا هي ما كفى مدرسه حرام. ايه؟ ليه مزبوط. عيب كان كسلان. ايه؟ لا في الاسوء بيقولوا لي كان ما كان ماشي حاله بالمدرسه، يعني هيدي جمله انا كثير بسمعها. بعدين بدي اقول لك شغله، وهون رح احكي عن تجربه شخصيه، ما رح احكي عن تجربه غيري. تفضل. عندنا مشكله بلبنان عند الشباب اللبناني يا اخي، اوكي ما في فرص، ما في تكافؤ، ما في، ما بتتاخد انت على حسب كفاءتك على راسي وعيني، وانا عم بقول قدامك على الهواء مزبوط، وفي كتير من ناحيه، بس انا عندي عتب كتير كبير على الشباب اللبناني. طب يا اخي انت بتعرف شو مشكلتك؟ ولائك لحزبك او لزعيمك قبل لوطنك. طب انا ليش بدي اروح انجح برا وما بدي انجح بلبنان؟ لان انا ما عندي حب لوطني. انا كل العالم بتقلي طيب يا جو روح انت بتنجح برا، بتنجح باوروبا وبتعيش عيشه كريمه وممتازه ومصاري واللي بدك اياه. بتعرفي ليه ما بفل؟ لان انا اذا بفل بكون عم بترك كل شيء عملته كرمال اعيش مرتاح. مش كل الناس خلقيت تتعيش مرتاحه، ولا كل الناس خلقيت لتخلق ملعقة ذهب بتمها. مظبوط. في ناس خلقت عندها رسالة بدها تقدمها. إذا أنتم ما حبيتوا وطنكم ما حدا رح يحبه عنكم. مظبوط. وجو أنا بدي أزيد على الشيء اللي عم بتقوله، وشارلوت لإلي كمان بدي أقول لك إياها. كمان الشاب اللبناني بيستحي يروح يشتغل على الترمبة، يغسل سيارات على الترمبة، بيشتغل جرسون بمطعم. لا بيشتغلوا. في منهم هلا لي زيتيديان هلا. ايه بس انا بس بدي اقول لا معلش، تنكون عم نعطي للشباب حقهم. ايه. نحن قد ايه عندنا من نسبه تلاميذ الجامعات كلها بتشتغل هي وعم تكمل دراستها. عندنا نحن احلى شباب بيكونوا عم يشتغلوا بكل شيء ليوصلوا يقدروا يتعلموا ويساعدوا اهلهم. عن جد يعني نحن اليوم كمان بدنا نكون عم نعطي حق ل انا بدي عقب على اللي قاله جو. جو ذكرت انت المقومات، ذكرت اهلك اللي دعموك، ذكرت وهيدا الشيء عن جد في اشخاص عندهم اياه الوضع سمح لهم، وفي اشخاص نحن ما بدنا ننسى، حكينا عن المجتمع وعن الدوله انه نحن شبابنا مش مأمن لهم شيء. انا اليوم لما بدي ناضل وانا كشاب ويمكن عندي مخططات وبدي اتجوز وبدي اسس حالي وبدي اطلع انا كل شغلي ممكن ما يكفيني خلص لاخر الشهر، وهلا مع الوضع اللي نحن فيه صلح سيارتي. صح. يعني امور بديهيه. هالشباب مش لانه ما بحبوا وطنهم عم بيسافروا ليلاقوا احسن. صح. وفي كتير منهم بيروحوا بيشتغلوا وبيرجعوا. ما انا قلت
قلت هيدا على الشيء على لبنان يعني، قلت هيدا الشيء، بس كمان عنا ميل انه الغرب احسن. لا حبيبي، مشكلة الغرب الاجابة بالغرب، سوري شغلة وحدة، انه الاعلام عندهم ما بينشر غسيله مثل عنا. هي لا، والاجابة بالغرب كمان في قوانين، ولما بيروح لهونيك حضرته بيلتزم بالقوانين هونيك، ولما بيجي على لبنان ما بيلتزم فيها. صح صح، هيدي كمان فيها مشكلة. هون نحن بدنا نعطي امل لهالشباب اللبناني انه يوم من الايام في امل، انه لازم هو يبلش من حاله، يعني لازم كمان نحن نبلش الشغل من حالنا. صح. يعني جو انت شاب، وانا قلت لك انك انت شاب غير شكل ومناضل وواعي وخاطب. صح. هل عندك امل تتزوج بالقريب بالوضع الاقتصادي وكيف عم تعمل؟ بالوقت الحالي صراحه ما بكذب عليك، اكيد لا، اكيد لا، لانه مش لانه انا ما بدي، لان كمان بنات الناس منن هون لانت تجي تحمليهم وزر. أوكي. شيء انت منك قادره تحققيه. يعني انا حتى بشيء ابسط من هيك، انا ولا وارد اجي اقول جورا حال بده يلعب فوتبول وانا اصلا ما فيه اقوم امشي. هلا هلا بالوضع الحالي، هلا قد الوضع سيء. صحيح. أوكي. ما فيك تجي تربطي بنت ناس فيكي وتقولي لها ايه معلم ننطر، لا تفضل ضل هيك لحديت ما ربنا يفرجها على كل الناس. لا انتبه، لو الوضع علي بقول لك انا بتحمل مسؤوليه، بس الوضع على كل الناس. يعني في تفاهم انت بينك وبين خطيبتك على انه تشتغلوا سوا، تتعاونوا سوا ايد بايد نبني بيت. بعدين للاسف بلبنان كنا نعيش يمكن للمدى المتوسط، هلا صرنا عم نعيش كل يوم بيومه. مزبوط، في وضع كثير صعب. مزبوط. ونحن اليوم نحن اليوم وقت اللي بدنا نخلق تغيير بدنا نخلقه من تلقاء نفسنا. مزبوط. لانه نحن مين ناطرين دولة إلى 40 سنة فاسدة تتغير كرمال الشباب؟ ما حتتغير. أنا انطلاقا من هون بقول للشباب لا تمسكوا بلبنان، تمسكوا بلبنان، لأن مقابل كل نزلة في طلعة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر أهل الكرام تأتي المكارم. ولهون تخطينا وقت حلقتنا. شارلوت بدي أتشكريك عطول معنا، شارلوت خليل المعالجة النفسية، جو ضيف عزيز. أنا بعد بدي أطلب منك بعد حلقات حتى تدعم هالشباب اللبناني يلي هن بحاجة لدعم أكيد، وبتوعدنا بحلقات إن شاء الله. أكيد. أنا بتشكركم كمان مرة، وأنا بتشكر حضورك. لهون بتخلص حلقتنا لليلة مشاهدينا، إن شاء الله كون أعطينا هالأمل اللي أنتو ناطرينه من الشباب. ليكو ببلش لما بيكون في اتحاد شخصين، بناء وطن هو ببلش من بناء البيت. إذا بنبني بيت ومنعرف الرب بنكون بلشنا نحط أسس وطن جديد. ودمتم بصحة جيدة ووطن جديد، وإلى اللقاء.